السلام عليكم مشاهدينا الكرام. الفيديو ديال اليوم غادي يكون مختلف شويه على الفيديوهات اللي كنقدم، بما ان الصناعه التقليديه كتعتبر من اهم الثروات اللي كيمتاز بها المغرب، بالاضافه الى كونها قوه اقتصاديه مهمه، فهي ثاني اكبر مشغل لليد العامله في المغرب بعد الفلاحه. جينا اليوم مجمع الصناعه التقليديه باش نهتموا بتراث بلادنا، مجمع صناعة تقليدية اللي كيتواجد في مدينة تطوان. جينا نسلطوا الضوء على الصناع التقليديين أو الحرفيين اللي كيبتكروا وكيبدعوا باش يقدموا لنا منتوج تراثي تقليدي في المستوى. جينا نسمعوا طموحاتهم ومشاكلهم، نحاولوا نوصلوا صوتهم للمسؤولين أو المعنيين بالأمر. لهذا مشاهدينا الكرام خليكم معنا، غادي نعملوا جولة في مجمع صناعة تقليدية حول الحرف اللي موجودة في هذا المجمع.
فريدوان بغينا نعرفوا باش كتميز الصناعه التقليديه. اولا مرحبا بكم عندنا خليك. وشكرا على الزياره ونتمنوها تتعاود تتكرر ما تكونش هي الاولى والاخيره. لا ان شاء الله احنا معاكم. بالنسبه للصناعه التقليديه هي تراث، ثقافه، اقتصاد، تاريخ. إذن هذه الصناعة التقليدية مجموعة من المعطيات. بالنسبة لنا بالنسبة لنا كصناعة تقليديين كنهتموا بها من خلال تكوين مهني، من خلال الجمعية اللي مؤخرا جمعية غرغيث مؤخرا اللي منها عاد نظمتوها جديدة. عاد نظمناها جديدة. كنت رأسها السيد برجعت إبراهيم ومشكور وكنقدموا له الشكر الجزيل. أكيد. من هذا السيد هذا الرئيس اللي هو كيهتم بنا من دائما قبل من هذه الجمعية. ولا يفوتني أنا أتقدم بالشكر الجزيل ونسين السيد المندوب عملاق هذه المؤسسة. أنا كنقول عملاق علاش؟ لأنه كيقدم يد المساعدة داخل الإنسان التقليدي داخل المؤسسة وخارج المؤسسة. أكيد كنوجه له الشكر من هذا المنبر. بغيناك سي رضوان تقول لنا كيفاش قدرتوا تمزجوا ما بين المصنوعات الجلديه ما بين هو تقليدي وعصري؟ تقليدي وعصري. الحقيقه حنا الشغل ديالنا الاول هو التقليدي. لكن مع المده كاين الزبون اللي كيطلب لك العصري وحنا مأهلين باش نخدموا لا العصري ولا التقليدي. اكيد طبعا. نعم. يعني كتمشيو على حسب طلب الزبائن. طبعا حسب طلب الزبائن. بغينا نعرفوا كيفاش كتجيكم الاسعار ديال المواد الاوليه واش بالنسبه ليكم ولا كاين شي اسعار باهظه؟ اسعار كتجينا باهظه، الثمن ديالها باهظ وكتوصل لنا معطله وكتوصل قليله واقل جوده. هذا من الاكراهات اللي كنعانيو منها. كذلك السياحه اللي هي شبه منعدمه بهذا المكان هذا. ربما دخلتي عندنا هاد المدينه او ثلاثة النوبات ما كتمشي شي سائحة عندنا هنا. اذا ضروري من السياحة. هذا المنتوج ديالنا كيطلب السياحة ويولي كيتوافد عليه السياحة بكثير. اكيد. وشنو المشكل اللي كيخلي السياح ما يجيوش للمجمع؟ واش ما كيعرفوهش فين كيتواجد ولا شنو؟ هذا سؤال كيرجع للمختصين. ما عرفناش بالضبط علاش هذه المؤسسه هذه ما كتخلوش شي سياح، بينما هذه المؤسسه كنا تقليديه وكنا عندنا ما نقدموا للسائح وعندهم يشوف فيها بصراحه. أكيد. نعم. شنو المشاكل اللي كتواجه الصانع التقليدي؟ يعني كنهضر انا على الصناعه التقليديه كنقول كنجمع هنا جميع الحرف. السياحه هي رقم واحد. السياحه بالدرجه الاولى ومراها المواد الاوليه شبه منعدمه، وثانيا المواد الاوليه والدورات التكوينيه. دورات تكوينيه في التسويق طبعا. مثلا التسويق كتشوفوا على 6 سنين 7 سنين كتجي واحد الدوره تكوينيه ما كان فيها شيء. هذه نورمال خاصها تكون 3 شهور. طبعا 3 شهور. اكيد. وخاص رضوان تبارك الله عليك. شكرا شكرا شكرا. سعد الله تبارك الله عليك. الله يبارك فيك. كتمارس هذه المهنه واش من وقت طويل ولا عاد جديد؟ ممارسة المهنة هذه تقريبا واحد 20 سنة أنا في مجمع صناعة تقليدية. تبارك الله. النجارة صنف الإنتاجية الفنية. شحال أنت في المجمع؟ واش 20 سنة وأنت في المجمع؟ 20 سنة وعندي شي سنوات يعني قبل منها خارج مجمع صناعة تقليدية. إذا أنت حرفي أصيل بلا ما نتناقشوا فيها. الشهادة ديالكم أنا كنعتز فيها. ربي يخليك. بغينا نعرفوا شنو المشاكل اللي كيواجهها الصانع التقليدي. في الحقيقة هي إذا سقسيتي أي صانع تقليدي هنايا في مجمع الصناعة التقليدية يقول لك المشاكل اللي كيعانيها هو انعدام السياحة. السياحة اللي تكاد تكون منعدمة داخل مجمع الصناعة التقليدية. والسبب كيعود أن السياحة داخل تطوان موجودة. ولكن كما نقولوا السياحه مستحوذ عليها من طرف لوبيات خارجيه اللي هذا كيسبب ان الصانع التقليدي تاخر شويه ما يزيدش الامان. سي عبد الله كيفاش كتسوق المنتوجات ديالكم؟ واش كاين شي دورات تكوينيه في التسويق تعاونكم باش تسوقوا المنتوج ديالكم في سوق الشغل ولا لا؟ في الحقيقه هو كانت دورات تكوينيه تقريبا كنجوزوا على كل 6 شهور او 7 شهور دوره تكوينيه. الاداره كدعم على الاستدعاء ديالنا للتكاوين تقريبا موسميه وكنمشيو كنجوزوا معاهم فورماسيون وكيكون في المستوى والحمد لله زعما كنستافدوا. وحنا الحمد لله يعني تقدما ماشي مع الوقت كنخدموا هذه المساله هذه
من خلال اشهار المنتوج ديالنا. هاد الدعوه ديال الفورماسيون باش تمشيو لهذا التكوين الحضور ديالك يكون جميع الحرفيين ولا بعد؟ لان انا شفت ناس كيقولوا لي ما كاينش دورات تكوينيه. لا، هو في الحقيقه زعما عملت الاداره على الاستدعاء ديالنا وخبرتنا بان كاين تكوين الوطني تحديدا في مدينه مراكش، وغيكون التكوين اللي كيعلم كل صانع تقليدي يعني من كل حرفه انه كيفاش يسوق المنتوج ديالو من خلال الانترنت. مزيان، التسويق الالكتروني ايضا. بالضبط. مزيان. سمعت انكم نظمتوا جمعيه الاسم ديالها غورغيز. هذه الجمعيه شنو الهدف ديالها؟ من اهداف هذه الجمعيه هي تحسين منتوج التقليدي والثقافي اللي كيتعتبر هذا، وتحسين الدخل للصانع التقليدي. والإقلاق دوما إن شاء الله تعالى للغد أفضل بالنسبة للصانع التقليدي وبالنسبة للتراث الثقافي ديالنا الصانع التقليدي الصناعة التقليدية. إن شاء الله. إذا الهدف الأولي والأخير ديالها هي تطور الصناعة التقليدية. صافي، هذا هو الهدف بالضبط. واخا، شكرا بزاف، كنشكرك. الله يبارك فيك. شكرا. مدام ليلى، تبارك الله عليك. الله يبارك فيك. بغيت نعرف شحال أنتينا في الحرفة ديال الخياط. بعد السلام عليكم. عليكم السلام. ومشرفينا في المجمع. ربي يخليك. في الخياطة يعني شغلي كنا قديمة بزاف في الخياطة. بعد المجمع دخلت في 79 يعني 79 وخرجت ورجعت. أما الخياطة أنا قديمة فيها بزاف من الأيام ديال الدراسة. مزيان. كنت كنقرا وفي نفس الوقت كنت كتخدم كتعلم صنع. كنتعلم في الموسم الدراسي كنقرا وفي الصيف كنتعلم هذا. والخياطة أنا عندي في الدم، عندي هواية يعني اللحظة اللي كنكون شابرة ليبرة والخيط كننسى الدنيا كاملة. مزيانة هذه. لا والله كنقدر بصح كنشبر ليبرة والخيط حتى الأفكار كدير كتجي شي أفكار يعني يمكن نعطي بزاف فيها. يعني ديك الهواية كتجعلك تبدع. كنرتاح ما كنحس لا بنهار لا حتى بحاجة أنا فيها. زعما صراحة ربي هذه هي الخياطة. هذا هو الفرق ما بين الإنسان كيعمل شي حاجة باغيها وأخوك كيعملها بزز منها. لا كنبغيها زعما من قلبي يعني واحد الحاجة عندي في حال الماء في حال الماكلة يعني ما يمكنش نعيش بلا بيها. برافو ليلى. بغيت نعرف شنو أنواع الخياطة اللي كتقدم للكليان، واش كاين شي أنواع مختلفة؟ كنخيط الخياطة خياطة تقليدية عادية، وكنخيط الطرز بجميع الأنواع ديالو، كومبيوتا ديالو، كومبيوتا ديكويس، التسويس، والتندات، والتعجيرة، وديك التنابل، وكنعدل الصوف. كروشي يعني جميع الانواع ديال الصنعه. قلت اي نزل لي في وسط الصنعه ونسالي. تبارك الله عليك. كيفاش كتسوق المنتوج ديالك؟ واش ديما كتخدم مع نفس الكليان ديالك ولا كاين شي كليان جديد كيجي للمجمع قصد يجي عندك؟ شحال نقول لك، الاغلبيه كنخدم مع كليان من حيث الزياره ديال المجمع اللي فيه كيوصل شي حد عندنا هنا. علاش شنو السبب؟ ما عرفتش من حيث المجمع فحال اللي تهمش يعني ماشي فحال اللي كان في الاوائل ديالو اللي كان كيعطي في الاول وداك الشيء. دابا فحال اللي تهمش بحال حتى الاجانب ما كيجيوش معنا بزاف بالنسبه لذاك الطريق اللي عملوا ديال الطوموبيل وداك الشيء باش كيجوزوا الطوموبيلات يعني بزاف الحاجات. والاغلبيه كنخدم مع كليان. مع الكليان ديالك اللي دائما ديالي اللي كنتعامل معاه دائما اللي كيجي عندي دائما. من الجديد والو؟ لا، الزيارات قلالين بزاف. الزيارات قلالين في المجمع بزاف. بغيت نعرف واش كاين شي معارض مثلا وطنيه او دوليه تخول من الصانع التقليدي باش يعرف بالثقافه المغربيه وباللباس التقليدي خارج ارض الوطن، ولا كاع ما شاركتي في هاد المعارض؟ المعارض كاينين، ولكن حنا حسن دابا ما جاني حتى معرض لا داخل الوطن ولا خارج الوطن. حتى لهاد الساعه هادي ما كاين حتى معرض. وكاين مثلا شي ما كاين شي مكان هيداك خاص كتعرض فيه المنتوجات ديالك ملي كتساليها؟ حاليا ما كاينش. هو في المنطق كاين، ملي دخلت ربما شفتوا ديك القاعه الكبيره هذيك نعرضوا فيها، ولكن حاليا ما يمكنناش نحاولوا نعرضوا فيها واحد القاعه مهمله يعني ما فيها لا ضوء. المهم المسؤولين ديالها ما قايمينش على اكمل وجه بالشغل ديالهم. مع العلم انها جات في الواجهه ولا جات في الواجهه؟ جات في الواجهه والمفروض خصنا ننزلوا فيها الخياطه ديالنا. ولا هذا، ولكن ما يمكنش. انا عندي قطع فنيه يعني أكيد.
يعني واحد الحاجه قطع فنيه ما يمكنليش نديها ونزلها تما الغبره يعني بزاف الاغاني مهزيه ما عندي ما نلقط فيها يعني تطلبوا داك الاصلاحات ديال المكان هذا باش تقدروا تعرضوا المنتوج. سمعت انكم نظمتوا جمعيات باسم غورغيز، شنو الهدف ديال هذه الجمعيه؟ الهدف ديال هذه الجمعيه هو هذا اللي كنهضروا عليه طبطره، هو الشيء اللي قلت لكم مثلا غير ديك القاعه اللي في الدخله وبزاف ديال الحاجات يعني كنطمحوا هذا المجمع نردوه كيف ما كان ان شاء الله. هو كان واحد معلمه سياحيه يعني كانت رائعه وقع فيها شويه ديال التهميش، حنا كنوضوا من جديد وباغيين نصلحوا نقولوه كيف ما كان على الاقل على الاقل. شنو الدور ديالك في جمعيه غرغيز؟ الدور ديالي كتيبه عامه في الجمعيه، والهدف ديالنا هو هذا يعني الاصلاح ديال المجمع، لا دان المجمع ولا نص الصناع يستفدوا. اكيد شوفوا اذا كانت شي استفاده من المجمع شي حاجه نص الصناع التقليديين هي اهم حاجه. طبعا ان شاء الله نتفائلوا بالخير ان شاء الله يكون خير. ربي خير وشكرا كنشكركم. شكرا سي ابراهيم تبارك الله عليك. الله يبارك فيك. بغيناك تهضر لينا شويه على الصناعه التقليديه، واش كاين شي تطورات جديده عرفتها في هذه الاواني الاخيره ولا لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اسمي ابراهيم برجعت، رئيس ديال جمعيه غرغيز للحرف التقليديه بمجمع الصناعه التقليديه، ورئيس تعاونيه الحرفيه للدراسه بتطوان. نعم الصناعه التقليديه عرفت واحد التطور كبير جدا في هذه الاواني الاخيره، حيت ما بقاتش كنعرفوا الصناعه التقليديه كما كانت في الستينات وفي السبعينات وفي الثمانينات، حيت لو ما كانش هذا التطور اللي وقع في الصناعه التقليديه غادي يكون الصناع التقليدي كيعانيو بزاف ديال المسائل، ولكن بحكم الاجتهاد ديال الصناع التقليديين والفكر ديالهم والتطور ديالهم في القطاع قدموا هذه الصناعه شويه للامام. مزيان. بما انك مسؤول على حرفه النسيج بغينا نعرفوا باش كتمتاز هذه الحرفه وشحال انتم موجودين في مجمع الصناعه التقليديه؟ هو هذا امتاز هذه الحرفه ديال النسيج هي كتمتاز بواحد الجوده ديالها والاتقان في العمل والمواد الاوليه اللي هي مواد يعني جوده عاليه ممتازه، ما فيهاش مواد بلاستيكيه، غالبا كيكون فيها واحد 80-70% ديال المواد ديال القطن الماده الطبيعيه. اما بالنسبه للوجود ديالنا في المجمع ديال الصناعه التقليديه، احنا كتعاونيه ديال النسيج الدراسات تاسست وحيد في 18/1957، هي من اقدم التعاونيات على الصعيد الوطني مورا الاستقلال بسنه واحده، وكان المقر ديالها حاليا في السياغين في المدينه العتيقه. وفي 1973 انتقلوا هذا التعاون، انتقلت لمجمع الصناعه التقليديه من 73 الى يومنا هذا تقريبا واحد 47 عام، وهذه التعاونيه موجوده في هذا المكان في مجمع الصناعه التقليديه، وانتقلت بالطلب من وزاره الصناعه التقليديه انذاك حين افتتح مجمع الصناعه التقليديه في 73، وكان التدشين ديالو على يد صاحب الجلاله محمد السادس حفظه الله، كان انذاك في عمره 10 سنوات هو اللي دشن هذا المجمع. من ذلك الوقت الى حد الان والتعاونيه لا زالت تمارس نشاطها ولم تعرف اي تعثر في مجالها وفي عملها. سي ابراهيم واش كيتوفر الصانع التقليدي على التغطيه الصحيه؟ الصانع التقليدي لم يتوفر على التغطيه الصحيه، وهذا السؤال هذا اصبحنا اطرحناه اكثر من 6 مرات انا بنفسي شخصيا على بعض المسؤولين، بان الصانع التقليدي كيعاني من هذه المساله ديال التغطيه الصحيه. وحنا الصانع التقليدي كيبقى يعطي وكيعطي والدوله كتستفيد منه، وكما سبق ان قلنا في الاقتراح السابق بان الدوله كتستفيد راها واحد 20% مورا الصانع التقليدي مورا الدخل اللي دخل الصانع التقليدي. حاليا التغطيه الصحيه ما كايناش، وملي كيمرض شي صانع تقليدي فينا او كيموت راه حنا كصناع تقليديين كنجتمعوا ونجمعوا له باش نقدروا نساعدوه في الدواء ديالو او في المامات ديالو الا قدر الله وجاب الله على مرضه. هذا اقل حقوق هي التغطيه الصحيه ما كايناش، وحنا كنبلغوا هذا الرساله ديالنا من هذا المنبر المسؤولين والمعنيين بالامر ينظروا للصانع التقليدي، لان الصانع التقليدي راه واحد راه يدو كنز كنز وعنده واحد الدور كبير داخل يعني الاقتصاد ديال الدوله. أكيد. ولكن احنا منسيين، هذا هو الحقيقه. داكشي اللي كاين ان شاء الله نتوفوا خير. شكرا سي ابراهيم ليك. شكرا الله عليك سي العياشي. تبارك الله عليك. باش كتميز المصنوعات الجلديه ومنين جا الاصل ديالها؟ المصنوعات الجلديه ديال اقليم تطوان هي جات من الاندلس، يكون عندها ما يفوق على 800 سنه.
ولما دخلت المدينة تطوان دخلت على سقوط الأندلس، الهجرة اللي وقعت بين الأندلس إلى المغرب في الشمال المغرب مدينة وأخص من مدينة تطوان. هذا هو الأصل ديالها من مصر. كيفاش قدرتوا تمزجوا ما بين المصنوعات الجلدية التقليدية 100% وما بين دخلوا عليها شوية العصري؟ واش هذا كان طلب الزبون؟ كيف رد عليكم تمزجوا ما بين هذ النوعين؟ التطور اللي وقع في هذه الصناعة المصنوعات الجلدية ديال مدينة تطوان خلينا بين الأصالة والمعاصرة، خلينا يعني يبقى الأصل متغير شي ندخلوا معها الحدثات اللي وقع لنا في التغيرات فاستطعنا نربطوها بيناتهم. يعني مسألة طرد الزبون وحنا بدنا غيرنا بس ما نخرجوش على التراث ديالها اللي هو عنده واحد التاريخ. وفي نفس الوقت تواكبوا العصر اللي كاين والوقت اللي كاين موجود اليوم. يعني هذا مطلوب لنا، لان يعني اي واحد كيعمل التطور ديالو اي واحد يقدر يفرض راسو في السوق. كيفاش كتسوقوا المنتوج ديالكم خارج مجمع الصناعه التقليديه؟ واش عندكم شي كليانات كتعاملوا معاهم دائما ولا كاينين كليان جديد نتوما كتقلبوا عليه؟ إلا جينا نفكروا في هذه المساله هذا احنا اخص مدينه تطوان الانتاج ديالنا عندنا محلي ووطني ودولي. لان علاش الاوصاف اللي عندنا موجوده في الانتاج ديالنا اي مدينه في المغرب الا دخلتي لاي بازار معروف الانتاج ديال مدينه تطوان كيعرفوا المغرب كامل، بازار معروف كامل، لان ما كاينش اللي كيقلدنا في المغرب لان احنا بواحد صناعة عندنا الطبع هذا اللي كنخدموه. وهذه هي الرؤيه اللي كنبغيو حنايا هذا التراث هذا ما خصناش نقتلوه معنا، خصنا نطربوا الجيل الجديد يدخل باش يحيي هذا التراث هذا لانه الا ضاع ما بقاش موجود مره في المغرب، لان هذا هو اللي كيضبط العروبه والتاريخ العربي والتاريخ الاندلسي كيضبط كل شيء. ولكن كنطربوا حنا ما كرهناش الشباب ينضموا لنا لهذا الانتاج هذا وبالافكار والدراسه اللي عندهم يقدموا يطوروا احسن منا حنايا. خصوصا انني سمعت من الصناع التقليديين كيعانيوا من مشكل التسويق. يعني انا كنشوف الا دخلوا معكم الشباب بحكم التكنولوجيا اللي كيعرفوها هما يقدروا يسيروا هاد المصنوعات ديالكم توصل اكثر للناس ربما خارج ارض الوطن. هذه اللي كنطلبها انا دائما كنطلب الطلب هذا حتى من الوزاره ديالنا ينظروا للقضيه هذه يحاولوا يعملوا واحد الاعلام كبير ويكون حتى الاعلان في الاذاعه الرسميه باش ينضموا لهذه المهنه هذه، وهذه المهنه ينضموا لها غادي يفتح واحد الورشه كبيره في المغرب. وهاد الشبابيه عندهم ما يسمى بالاعلام، عندهم التطور الخارجي وعندهم كل شيء يقدروا يطوروها علينا ويتمساو مزيان. علاش؟ بان دابا حنا الصانيه التقليدي اليوم ماشي غير حنا حتى في المغرب، التعاونيه ديالنا السبب ديال الفساد التعاونيه ديال المغرب، غادي نزيد هاد الكلمه هذه. السبب الفشل ديال التعاونيه ديال المغرب معنا الصانع والمعلم ما عندوش التطور ديال التوسع الفكر والتوسع الخارجي والتوسع كل شيء، ما عندناش التسويق. اذا حولنا احنا مثلا عندنا الطلبه جالسين كيصبروا السواهد جالسين، فعندنا 24,000 تعاونيه في المغرب. اذا صبرنا كل طالب عنده تخرج وجالس نقدموها لواحد التعاونيه، اذا قدمنا العدد التعاونيات هذو 24 معنا 24,000 طالب اللي غتخدم فالدوله تعطي واحد 70% من عندها و 30% تكمل التعاونيه، وصبحا عاوننا راسنا في الاقتصاد وفي محاربه الدفاع. مشاهدينا الكرام بقى لي غير نودعكم ونقول لكم تبقاو على خير، انتظروا الفيديو المقبل ان شاء الله اللي غيكون مع شركه معروفه حتى هي كتمثل رمز كبير في سوق الشغل المغربي. اشتركوا معنا في الصفحه ديال ابيكس بيزنس كلوب باش يوصلكم ديما الجديد. دمتم في رعايه الله والى اللقاء.